دشن أمين عام المجلس المحلي والقائم بأعمال مدير مديرية حريبة الشيخ فيصل حسن الأجدع أعمال جمعية التكافل الإنسانية بالمديرية، وشملت المساعدات المقدمة مساعدات إنسانية إيوائية لأكثر من 468 أسرة نازحة كدفعة أولى للنازحين في مديرية حريب، والتي شهدت موجة نزوح في الأشهر الأخيرة بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب. وأشاد الشيخ الأجدع بجهود جمعية التكافل وفريق العمل في المديرية، والذي بذل جهودا كبيرة للوصول إلى النازحين أثناء عملية المسح والتسجيل وأثناء توزيع المساعدات. نشكر منظمة التكافل على ما قامت به من نازحين من تعاون من تكافل، هي سباقة في هذا الأشياء. نشكر الفريق فريق المسح الذي تحمل وصبر وعانى كي أن يصل النازح حقه. وهذه هي الدفعة الأولى بالتوزيع بعد المسح. النازحين شاركوا، نازحين حريب بشكل عام. الدفعة هذه منها 468 أسرة. كيف حالك؟ شملت جانب الإيواء.